السلام عليكم. كان الفيديو اللي فات وقلنا نبدأ تمرين حتى مش مظبطين أكلنا 4 أو 5 أيام في الأسبوع. الساعة اللي أنت هتتمرن فيها ديت إن شاء الله هتفيدك في حاجات كتير، واللي عايز يرجع الفيديو اللي فات إن شاء الله يستفاد منه. الفيديو دوت عايز أتكلم في الدايت، إزاي أظبط دايت في وسط الأربع ست أسابيع دول. طبعًا مش هتكلم بقى وأقول لك مثلًا هتاكل الوجبة الأولى إيه والتانية إيه والتالتة إيه، لأن زي ما اتفقنا الموضوع بيجي واحدة واحدة. أول حاجة عايز أعملها ممنوعات، ممنوعات لازم تتبطل. أكل سريع فاست فود جانك فود. أكل السريع الوجبات السريعة مليانة دهون مشبعة وغير مشبعة، طبعا ديت بتأذي الجسم من جوه قبل من بره. جانك فود الشيبسيهات والشوكولاتات الدريتوس البيزو الحاجات اللي فيها ممكن وانت ماشي تاخد لك مثلا حاجة تصبرك على الوجبة بتاعتك اللي تاخدها في البيت، دي مؤذية جدا برضو من جوه ومن بره. من جوه ازاي؟ بتصيب الجسم بأمراض كتير جدا. أول حاجة هتكلم عليها أمراض السمنة. أمراض السمنة المفرطة بتيجي من الوجبات السريعة وبتيجي من الكثرة من الوجبات السريعة. أنا لو خدت ميل واحدة بس في اليوم من الفاست فود تخيل ممكن تديني 1700 سعر حراري، ممكن يكون احتياجي اصلا اليوم كله 1200 1300 سعر حراري، فتخيل انا بزود وزني والقيمه الغذائيه زيرو. دي اول حاجه. تاني حاجه الصوديوم الكتير والمواد الحافظه اللي في الحاجات ديت بيؤدي الى تصلب الشرايين، تحمل الاوعيه الدمويه بالدهون الثلاثيه وبالكوليسترول، طبعا ينتج عنه ارتفاع ضغط الدم، فالدنيا عندك بتبوظ خالص. فتخيل انت ربنا عز وجل اداك اجهزه تحافظ عليها، جسمك ده امانه، فانت مش مبوظه بس من بره اللي انت بتعلي مستوى البدانه عندك، لا انت كمان من جوه الدنيا عندك بتبوظ تماما، لان في ناس كتير قوي اتاذت من الموضوع دوت. ان شاء الله المره الجايه عايزين نتكلم لما تيجي تنزل تتمرن، تتمرن كارديو ازاي وتتمرن حديد ازاي عشان تنزل من وزنك، لان في اخطاء كتير جدا بتحصل في موضوع التمرين. ان شاء الله نتكلم على الفيديو الجاي. شاكر جدا الناس اللي عملت لايك والناس اللي عملت لي تعليقات، وهتلاقوا ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو، يا ريت تدخل تعمل لي سبسكرايب ولايك. شاكر جدا.